بيوم بتكون فنان موهوب وعندك وظيفة ومعاش مرتب، وباليوم التالي بيجي الذكاء الاصطناعي وبيعمل شغلك بخمس ثواني. الاي اي دخل على حياة الفنانين من دون سابق انذار، وهون بعني فناني NFTs كمان. طيب هل ممكن ياخذ اشغالهم مثلا؟ نحن هون قدام اثنين سيناريو، واحد ايجابي وواحد سلبي. يعني من جهة بيساعد الذكاء الاصطناعي فناني NFTs بانشاء اعمال فنية فريدة ومبتكرة باستخدام الخوارزميات المولدة لرموز NFTs، كمان بيساعد بإنشاء رموز NFTs بتكاليف منخفضة. أما من جهة تانية بيتسبب الذكاء الاصطناعي بإثارة قضايا قانونية وأخلاقية مرتبطة بملكيات NFTs، لأنه فعلياً الذكاء الاصطناعي منه بشر وما في يمتلك حقوق الملكية أو أي حقوق قانونية على القليلة لهلأ. وبيشكل الـ AI تهديد على الفنانين لأنه ممكن ينسخ أعمالهم وينسبها لألو. أنا شخصياً بعتبر أنه لازم نطبق الذكاء الاصطناعي ببعض المراحل من إنشاء NFTs، بس مش بطريقة نستبدل البشر بشكل كلي. وإنت شو رأيك؟ شاركنا بالكومنت وما تنسى تعملنا فولو على Financial Freedom Today.